الو وينك انتي؟ لك ما كان فيني هيكي. اي ساعة وانا ناطر، تعبتيني بدي افهم شو مياتك ها؟ خلص خلص ربع ساعة بكون عندك. لك يا برني ربك، لك مجهز لك طاولة بتشقي. لك ما بدي شي، جاي نص ساعة وماشية. نص ساعة؟ اي بدي ساعة لحتى احمى، بدي ساعة صبابة، شبيك؟ لك ما فيني، بخاف حدا اهلي يستفقدني. لك هلا تركي لي اهلك على جنب. انت بس تعي وكل شيء له دوباره، لا تخشي شيء مع الهارون. طيب ماشي ماشي يلا باي باي. ناطري بسرعه تعي. شمعه حبينا وشمعه حبي. يا اهلا وسهلا، يا ارض حفظي ما عليكي، اهلا وسهلا بالانسه سعاد. نهاد لا تواخذينا مشان الله، عتبك على الذاكره، الواحد من كتر الهموم صاير عم ينسى. تفضلي تفضلي، ليش واقفه؟ تفضلي تقبري قلبي، اهلا وميت سهلة، خطوه عزيزه. لك عيني شبيك. لك الواحد ما بيعرف كيف بده يتشكر الطب النسواني اللي خلانا نتعرف على هيك وش. لك اهلين، مع ابو مغداد انت بامان وامانه. قلت لك محسوبك الهارون. مياو مياو. اهلا وسهلا، لا تخشي شيء. لك يا اهلا وسهلا بالست سعاد، قصدي نهاد. مرة تانية؟ لا، بس في واحد عم يهددني انه بده يخبر اهلي قصة العملية. العملية؟ ايه؟ مين؟ ما بعرف، واحد مزمح على التمساح. مين هذا التمساح؟ ما بعرف، ما بعرف، في واحد مزمح على التمساح. انت شو عم تخبصي؟ انا شو بيعرفني بالتمساح وبالقرود؟ شو الحكي هذا؟ يا دكتور الله يخليك، من شان الله. عم بقول لك ما في مخلوق بالارض بيعرف بالقصة غيرك. شي كامل فيني. من شان الله والله بيذبحوا لي اهلي والله. والله طيب تعالي تعالي نحكي القصه جوا. أهلين حكيم. مين أمنك لا تخونه حتى لو كنت خوان يا جابر؟ نعم؟ جابر، ملفات العيادة وأرقام هواتف المرضى ما حدا بيعرفهم بالعالم غير أنا وأنت. بدي عم نهدد العالم، يا أنا يا أنت. حكيم وحياة الله ما عم بفهم عليك. جابر، هالحركات وسخة ما بدي إياها. في واحد عم يتصل بالمرضى وعم يهددهم مشان يبتسم، والحدا يا أنا يا أنت. يا إما هذا الوغد اللي بعثت لي إياه مشان يشتغل محلك. أنا ما بعثت حدا. لك شو عم تستحمرني أنت؟ لا عفو حكيم، بشرفي ورحمة أبي أنا ما بعت حدا لعندها. وهذا أبو اليمان شو مو رفيقك؟ مو بعته يشتغل محلك ولا أنا عم خرف؟ أبو اليمان؟ جابر، هالحركات وسخة بلاها وإلا قسما بالله. مسافة الطريق حكيم بكون عندك. ألو جابر، ألو. متوى يا أولادي ستي جحش. أهلية يلا الو. مساء الخير يا عمري. مين؟ شو مين؟ العمى، ما عرفتي صوتي؟ انا الهارون. اهلين ابن مهلي. شو صار بالاسوار الدهار؟ حاكم الصايغ اللي جنب بيتي عم يسالني عنه. بكره. وين؟ قدام المدرسه. ذكريني وين كنتي عم تتعلمي يا بعدي؟ بالقادسيه. وان شاء الله الاساتذه اللي عم يدرسوكم امنا، وان شاء الله التعليم خير. ما بحسن احكي كثير، الله يخليك. خلص بكره بعد الدوام. طيب ليش عم تتنازلي يا عمري؟ عم نطمن على التعليم اذا بخير. سلامات. الله معك. وينك وينك وينك؟ شو؟ لا تخشي شيء. طيب مع السلامه.
سجل جنب اسم سمار. بكرة بعد الدوام بمدرسة القادسية سوارة دهب. سوارة دهب. هات شريحة جديدة لشوف. هاي شريحة. تفضل. اسمعي ولي، هي آخر فرصة بعطيك إياها، وإلا قسماً عظماً لخليك تغني تركي. لك شو هاد؟ بدي أقلك 50 مرة ما بتردي، وقت اللي بتردي بتردي من روس مناخيرك. إيش عم بمزح أنا؟ بالله؟ لا ما حذرتي. بكرة بدي شوفك، بكرة يعني بكرة، وهذا آخر إنذار. خلاص فهمت عليك، بكرة الساعة 10 بصير أشوفك. 10 يعني 10. إيه بس وينك؟ مو عندك، عندي. بالله وليش يا بعدي؟ شو هي دكان ما دكان؟ خلص عندي أروق. ماشي عندك، لا تخشي شيء. شو العنوان؟ سجل عندك، مخيم مشرة السلام، وبس تصير هنيك خبرني وأنا بطلع بجيبك. ماشي، وإذا طفيتي موبايلك أو ما رديتي؟ خلص شو عم نلعب نحنا؟ بكرة الساعة 10 المساء، يلا باي. ليك انت الكلب؟ لك شو هالشعب الجحش هاد؟ وسكرت بوشي؟ لك شو هالعالم هاي؟ الناس راكبها الغلط من ساسة لراسة وبالآخر بتتنازى؟ ماشي الحال، خليكي ما تيجي بكرة لحتى ورجيكي مين هو أبو مقداد الهارون. مياوخ مياوخ الذي لا يخشى شيء. ارموا السلام بالأول، بعدين بعرفكم تعرفوا الوصول. فايتين لي وعم تلولحوا بيديكم اللولحة، اجيبوا هدية كرمال المحل الجديد. اسمع بغداد، أحلى بضاي، طمني إن شاء الله الجرح ما عم يجعل. موجوع والله كتير موجوع. اسمع شو بدي إلا. شو بتشربوا خيو؟ أنا هلا فقت وكنت عم بشرب قهوي. ما بدنا نشرب شي. لا تخشى شيء، مثل ما بدكم، عصير عصير. لك هلا عود وحاج زعبر لك المقتل. ده يا معدل يا ابو الاصول، انا بزعبه وبلا هاي الحركات كمان. ولدانت الحرام تبعك بطلها شوي. شو ها؟ ما لك حلو، وانت كمان اويان عصار. شو عم تاخذ فيتامين خي؟ اليوم رايح أي بنت رح تتصل فيها وتهددها رح كون أبوها وعمها وأخوها سيد العيلة كلها. ونعم النسب. اسمع، الدكتور رفع فيك معروض للنيابة، ونحن مشان الخبز والرمح اللي بيناتنا جاي لعندك لهو مشان نقول لك إنه ما بدك تدخل السجن. لأنه يا بضاي في وحدة من اللي حكيت معهم وهددتهم طلعت من زوجي وعاملة عملية إجهاض بعلم زوجها ومستعدة تشهد بهالشي بالمحكمة. كمان الله لا تورط حالك وتورطني، لأنه مو أنت اللي رح تدخل على السجن هالمرة، أنا هاي خزيت العين عنك، حبيت المحل بالشغلة البسخة تبعك، فمشان هيك عم بقول لك وقف عند حدك، لأنه أقسم بالله بطلع الأخضر واليابس. شيل شيل سكينة هالفواكه من إيدك، لأنه السلاح بإيد الحلو بيجرح، وهي شغلة للكبار مانا للصغار. اسمع من هالحلو لكان ليك أبو مقداد، طلع بعيني منيح، بتعرف انه هي العين ما عاد لجابر القديم. منوب ما عاد مجابر القديم هات، لانه جابر القديم مات، وهذا السكين مشان ذبح الخواريف، فبتمنى ما تكون اول كبش. لك يا شباب، انتو شو حشركم بالقصة؟ انتو مش حشرنا بالقصة، الحكيم مفكر انه انا عم بعطيك ارقام البنات، عم تفهم؟ لك خلص نزل ايدك انت وياه. شبكو العمى القصة كلها والله مو جايبه همها. خلاص اخي، وما دام القصة زعشتكم لهالدرجة وعاملين لي فيها شيوخ، امركم بلاها هالرزقة كلها ما بدنا اياها. اذا الناس بجيب اذى يا ابو مقداد والله جيرة. والرجال ما بتقوى على حريمات. هذا الموضوع ما نخلصه معلم، مو بس لانه مو جايبه همها مثل ما حضرتك تفضل، لانه عيب يا سكرت يا بضاي. ولو حرام انت ويولك، مو ابو مقداد اللي بيتاخد غدر، مو ابو مقداد اللي بياخد اوامره من حدا، فهمان ولا؟ واذا حرقين تشعل هو نار بيناتنا وفارقه معي بشعلها، وحياه من زرعه بايدي. ما احمل حمالك انت وياه واطلعوا برات هالمحل احسن ما اشطفوا بالاحمر. يلا لك القصه فيها شرطه لك بهيم. دك يكون فيها انتربون، مو فارقه معي، أنا ما حدا بيهددني بنص محلي.
ولك حكينا معك عن رأيي ما كنت تفهم علينا. ياك ما راح أفهم إلا إذا بتجيني من تحت. أنا ما حدا بيجيني من فوق. وليك الساحة. أخي من الآخر، إذا بدكن تحلوها أنا جاهز، بس إلي شرط. أخي أبو غداد شو لنا ساعة عم نحكي؟ أخي إلي شرط صغير، حقي لك عمي، حقي. الحق أول، حل لك أبو الزين. أخي ما بدي لا أبو الزين ولا غيره، الموضوع ببساطة، أي بنت بيصلكن خبرها، أخي هي من طلعها برات الدهر. واللي لا بتشكي ولا بتسرسر ولسانها مو طويل، اسمحوا لنا فيها هي. هذا اسمه علكم صدي وأكل هوا بعد إذنك. أخي هيك بكون أنا عم حلها وعم يسرها وعم طفي النار. عم تطفي النار؟ إنك تضل عم تلعب هيك لعبة وسخة؟ أخي هذا اسمه شغل، شغل يا أبضاي، والله ببارك بالحركة. السبيل لي الله يا زلمة، أنت بتعرفه لالله أنت؟ أبو الزين اسمح لي الله يوفقك، هالكلمتين تبعاتك حافظه، بعدين هدول عايبات، والرزقة من وراهن حلال، ومشان الدكتور تبعك لا تاكلهم، أنا بروح ببريك عنده، غيره. إذا كان هذا آخر حديث عندك معناها إلا إذا فيك تلقى. وحياتك جاهز ولا تخشى شيء. بدك تخشى شيئا كثير. لا ما شو هالجوز الشحاش هدول يا سيدي، ماني تارك للقصة لحتى جمع من وراها قرشين مرتبين، واللي بده يصير يصير.